إلى لبنان مشاهدينا، والقصف مستمر أيضا في مناطق عدة جنوبا وفي الضاحية. دعونا نتابع بعد ما تم تداوله في ذلك السياق هذا القصف للضاحية، صور من مسافة جدا قريبة حيث العديد من سكان الضاحية يبقون هناك للوقوف ربما على ممتلكاتهم، وصعب عليهم ترك منازلهم ومناطقهم. سيل يقول إجرام الاحتلال في غزة ولبنان لا يختلف، شاهد كيف يدمر طيران الاحتلال مبنى سكنيا في الضاحية الجنوبية في بيروت في منطقة مكتظة بالمدنيين بلا أي اعتبار لأي قوانين ولا قيم ولا أعراف. وليد جماع يقول قصف منازل المدنيين أمام العالم وسكوت العالم من جرائم الاحتلال في غزة ولبنان لأن الدم العربي والإسلامي أصبح رخيص. لو كان هذا القصف على دول غربية من دولة عربية كيف بتكون النتيجة من الدولة الغربية على هذا؟ أنا أشاركك هذا السؤال أيضا يا وليد. ودعونا نذهب إلى هذه التغريدة، آخر الغارات الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت مصحوبة بفيديو مأخوذ من زاوية أخرى غير التي عرضناها بعد قليل، ولكن كل الزوايا تنقل نفس الصورة، هو الدمار، هو الخراب، هو الخوف، هو الشهداء والجرحى.